شو ماما شايفتك عم تضحكي؟ طيب تعرفي شو صار معي؟ لك بس انا ابوك بسطل المي. امتى؟ لا قبل شوي. بس ماما انا فتحت له الباب لبابا قبل شوي ما كان مبلول. لا تكوني لبستي من جودي سطل المي. شو؟ حلوة ما؟ ايه والله. ايه اترك لي اياها، تعال عند الحمار شوي. شايف هاد الحمار؟ ايه. هلا انت كونك استاذ لغة انجليزية وشاطر بمصلحتك يعني، وعندك اسلوب بتحفز الناس، بدي اياك تحفز هاد شي كلمة انجليزية الفظاظ. مثلا هاو ار يو صعبة؟ شو؟ يقول هاو ار يو. طيب وات از؟ اي كلمة، اي كلمة، ما في مشكلة. امرك عمي. ايه. انت تيسر وانا ربع ساعه وخلي لك اياه ينطق. ربع ساعه؟ ربع ساعه بس. ربع ساعه؟ ايه. اتكلنا على الله. تيسر انت بس، دير بالك عليها. استاذ هاد انت افهم منه، تاكد، ومن العيله كلها. شو العيله هاي؟ الله معك عمي. لنسيلك حافي بين الأباعي. بابا كأنه أمي لبست قصة المي لمجودي. ما ايه بس لا تخافي، اعتذرت منه، اعتذرت منه. وين راح هلا؟ عم بعمل له اختبار. اختبار شو؟ مو هو استاذ لغة انجليزية، بدي اعرف اذا ناجح ولا لا. شلون هي بقى؟ جبت له حمار، قلت له حافظ لي شي كلمة خليه ينطقها. هاو ار يو وات از، اي شي يعني. لك بابا كيف بده يعلم الحمار كلمة بالانجليزي؟ هذا شغلي بلا حركتي. يا ربي، هي امي لبست وسط المي وهلا بابا بده اياه يعلم الحمار كلمة بالانجليزي. لك طولي بالك لنشوف شو القصة. اه بنتي. شو صار؟ طمني. مش الحال، روحي انت لا تاكلي هم. المهم هلا وينو الحمار؟ وينو ابوك؟ تفضل ليكو جوا ناطرك. اوكي. مش الحال عمي؟ بسرعة. طبعا عمي، انت مو بدك انسان ناجح؟ انا عندي طريقه حفظته فيها للحمار، وهو طلع حمار شاطر ودغري حفظ. بس شو المشكله عمي؟ الحمار طلعت له حبه تحت لسانه وما فينه يرفض الكلمه لبعد شهر شهرين، الله اعلم سنه. المهم حفظها يعني؟ اكيد 100%. هلا هيك انت عيني، وانا راح انطر شهر وشهرين وثلاثه وسنه منيح هيك، وراح نشوف اذا هالحمار راح يلفظها لهالكلمه. بدك تسمح لي عمي، والله تعبت كثير يعني، هلكت وانا علمه للحمار. بالاذن. الله معك. استنى استنى، شو صار معك؟ مش الحال. طيب شلون حفظت الحمار الكلمه؟ لك الثانيه، معقول حفظ الحمار الكلمه؟ ايه لكن شلون؟ قلت له حيحفظها بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنه، بعد سنه. يا بيموت الحمار، يا بيموت ابوكي، يا بموت انا وبخلص من العيله.